واحد ماجد صح. ازيك يا ماجد؟ صباح الفل يا شباب، عاملين ايه؟ طمنونا عليكم. انا كنت هطلع امبارح بس اتأخرت في السوق واتأخرت على الشغل، فعملت فيديو السوق بس لسه ما نزلش، يعني لسه هيتمنتج لانه انا صورت كتير جدا. انا صورت بالدرون الكاميرا اللي بتطير فوق، وصورت بالكاميرا العادية، تمام. كل ده مساحة كبيرة، محتاج بقى يتقصقص كده عشان يبقى بس ربع ساعة ولا حاجة. حبيبي يا جمال، ازيك ماجد ومحمد؟ لا معلش بقى، استنوني امنتجه وانزله ان شاء الله. انتوا الدنيا معاكم؟ ان شاء الله ان شاء الله ينزل الفيديو الاسبوع ده باذن الله. اعلي الصوت. حاضر. انا ايه، اعلي صوت انا ولا صوت ايه بالظبط؟ انا لسه قايم من النوم، فانت صوتي رايح. انا قايم من النوم على الشغل على طول. طب جرب تعلي الصوت انت من عندك من التليفون كده حبيبي، ان شاء الله يعلى. ما هو عالي اهو. ماجد بيقول الصوت تمام يا سان رايز. السوق كان مليان من حاجات امبارح، مليان حاجات. طبعا انا مش عارف اسماء كل الحاجات اللي في، حاجات مهنيه مثلا وادوات انا ما اعرفش اسمها. انتوا واخدين بالكو؟ وقابلنا عرب هناك، تمام، عرب بيبيعوا هناك كتير. صباح الفل يا درش، عامل ايه يا وطر؟ ما تبش عن اليوتيوب. حاضر يا ابو حميد. انا ايه، حاضر. هو بس والله غبت عن اليوتيوب، كانت الظروف، واخدين بالكو؟ بس الحمد لله خير، يعني الدنيا بتبدأ تظبط واحدة واحدة، فان شاء الله نرجع معاكم تاني بإذن الله. أما بس الراجعة دي إن شاء الله بالفيديوهات اللي ننزلها الدنيا تظبط شوية. أنا عارف حتى لما بنغيب على اليوتيوب المشاهدات بتقل، المتابعين ما بيوصلهمش الإخبارات أو الإشعارات بتاعت الفيديوهات والحاجات، ما بتوصلش، توصل 10% من الناس اللي عندي. على فين كده رايح الشغل يا درش؟ حبيبي يا أحمد تسلم. صباح الفل يا محمد، يا انتوا عاملين ايه؟ شايفين؟ اه لسه باين عليا ان انا لسه قايم من النوم، صح ولا غلط؟ باين. حبيبي يا درش تسلم يا بطل. امسح الكاميرا دي. عمر صبحي، ازيك عمور؟ عبدو حسن، انا مدير فرع في شركه موبايلات يا عبود. توقعت؟ ايه ده كده، استهدى بالله. ده لسه جايبه جديد. لا ده ادم جايبه من السوق على فكره. وهقول لكم اللي ورا ده سعره الاصلي كام، وايه بس في فيديو سعره الاصلي كام وانا اشتريته كده. الكار سيت اللي ورايا ده عند واحد قديم شويه، اشتريت له عربية أطفال اللي بتمشي بالكهرباء ديت، وألعاب تانية.
كرسي اطفال. اه يا ماجد كرسي اطفال حبيبي يا عمر، تسلم. اظن انت حفظت الطريق بتاعي. يعني لو سألت واحد فيكم دلوقتي اقول له ايه الشارع اللي جاي بعد كده، هيقول لي شارع كذا، صح ولا غلط؟ انا نفسي مش حافظه. ما شاء الله على جمال الطريق فعلا. الجو لسه الشجر اخضر. مهمتكم بقى لما الفيديو ينزل ان شاء الله بتاع السوق، عايزه ينتشر انتشار النار في العشيم. عايزين نرجع النشاط للقناة تاني بإذن الله. فمش هيرجع نشاط القناة غير بيكو. الفيديو لو انتشر المتابعين هيبدأوا يعرفوا ان القناة رجعت تاني وان الشغل رجع تاني، ويبقى في نشاط وحيوية كده في القناة وعندي الاتنين. مشيت هنا ورحت هنا وصورت هنا، انا نزلته ازاي يا جماعه؟ الفيديو اساسا عندي على الكاميرا وعلى الدرون، الكاميرا اللي بصورها لفوق لوحدها مصوره 10 دقايق. واخدين بالكم؟ طيب هعمله ازاي؟ ايه الحل يعني؟ انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ حله ايه؟ ولاية ايه؟ بنسلفانيا. مدينة فيلادلفيا. بتتعامل مع الناس والناس بتبقى عارفة ان انت اللغة عندك ضعيفة، بيبقى واحدة واحدة، متخافش. هم عندهم ثقافة إن في شعوب تانية مش فاهمة إنجليزي ومش عارفة إنجليزي، ده موجود عندهم. تمام؟ الناس اللي قلقانة من هي ما بتتكلمش إنجليزي كويس، لا خبط براحتك وتلاقي اللي يساعدك. بالإضافة طبعا لو عايز تتعلم في مراكز تعليمية هنا اسمها ويلكم سنتر، بيتروح فيها وتقدم ويعلموك إنجليزي ببلاش. بلد دعيمة على المهاجرين. فاهمين؟ قايمة على المهاجرين. عشان قايمة على المهاجرين هم عارفين ان في مهاجرين كل يوم والتاني جايين من بلاد مختلفة وثقافات وحضارات مختلفة كده يعني. ببلاش يا ماجد، علموه ببلاش. قاعد في ولاية ايه واسعار السكن والعمل متوفر؟ اه في شغل طبعا، خصوصا بعد الكورونا كان في شغل كتير. السكن متوفر مش قوي حاليا لان كان في ازمه في قصه السكن الايام اللي فاتت. تمام. مستوى المعيشه متوسط، مش عالي قوي ولا في الارض يعني. اسعار الاكل ممكن تدخل على القناه عندي ورا شويه هتلاقي فيديوهات كتير جدا بتتكلم عن الموضوع ده. تقريبا مصور في المحلات العربيه وفي المحلات الامريكيه اسعار الاكل لو فاكرين شهور فاتت مصور القصص دي. شغالين سبيل يعني؟ اه مش سبيل، الحكومة بتدفع لهم يا حبيبي. يا عم ماجد الحكومة بتدفع، انت شاغل انت شاغل بالك ليه؟ يعني الناس عايزة تعلمك مجانا تقوم انت لا؟ ايه يا عم مش كده؟ نظام العمل كام ساعة؟ على حسب انت دنيتك ايه. نظام العمل هو
اشتغل 30 ساعة، تشتغل 40 50 60، انت قدرتك ايه؟ في شغل بيديك ماكسيموم 40 ساعة، انت ليك 40 ساعة بس اكتر حاجة، تمام؟ لان لو خدت بعد كده الساعات هيحسبوا لك بفلوس اكتر، فبقول لك لا 40 ساعة وشغل غيرك، فاهمني؟ أكتر ولاية فيها مصريين وعرب إيه؟ نيويورك. السلام عليكم أيمن، لسه داخل. بص يا أيمون، أنا إمبارح اتأخرت في السوق، قعدت تقريبا 4 ساعات أصور من هنا لهنا لهنا وأتمشى في السوق ده، فاتأخرت على الشغل، فرحت الشغل بتاعي مستعجل، فما طلعتش لايف إمبارح، بس سجلت فيديو كويس. ان شاء الله ابدا اظبط الدنيا ومنتج الفيديو وانزله ان شاء الله باذن الله، بينزل لا ينزل اسبوع. وبص على الكاميرا عندي، والله العظيم لقيتني بسجل فيديوهات قبل كده وما نزلتهاش. يعني الفيديو ده لو بدا يجيب تفاعل ونشاط في القناه تاني باذن الله هنستمر على القصه، وانا كده كده ناوي. هنطلع لايف تاني قبل الفيديو، هنطلع بإذن الله. اللايف بتاعي بيكون في التوقيت اللي أنا بطلع فيه كل يوم. يلا سلام في رعاية الله.